أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي الأمور التي تزيد المسلم من اليقين بالله والرسوخ والثبات على دين الله؟ تدبر القرآن، تلاوة القرآن بالتدبر، هذه تفيد القلب خشية لله. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال عن مؤمني أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تدبر القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتلاوة القرآن بالتدبر هذه أعظم ما يحيي القلوب ويبعث فيها الخشية لله عز وجل. فعليكم بتدبر القرآن. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هذا هو أصل الخشية وأصل الخشوع، كتاب الله عز وجل. وكذلك دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتمعن وتفقه، دراسة سيرته العطرة تمعن وتفقه فيها، هذا مما يزيد الإنسان قوة في إيمانه وخشية لربه ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي دعوته وفي جهاده، هذا مما يفيد المسلم. كذلك الحرص على أكل الحلال فإن هذا يلين القلب، وأما أكل الحرام فإنه يقسي القلب. كذلك اجتناب كثرة المزاح وكثرة الضحك، لأن هذه الأمور تقسي القلب، تقفل القلب. مجالسة السفهاء ومخالطة السفهاء هذه تقسي القلب، بينما مجالسة الصالحين والأتقياء مما يلين القلب. ومما يكسب القلب الخشية الإكثار من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيكثر الإنسان من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتكبير، هذا مما يلين القلب. وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فذكر الله يفيد القلب الوجل ويفيده الطمأنينة والسكون والخشية لله عز وجل.
فهذه أمور ينبغي للمسلم أنه يتفطن لها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر ولا تكن من الغافلين. الغفلة ونسيان الله جل وعلا ونسيان الدار الآخرة والبعث والنشور والقيامة إذا تذكر الإنسان هذه المواقف المقبلة البعث تذكر أول شيء الموت خروجه من الدنيا ويتذكر القبر وما فيه يتذكر البعث ويتذكر الحشر ويتذكر الجنة والنار يتذكر الميزان يتذكر الصراط والمرور على جهنم يتذكر الإنسان فإنه بهذا يلين قلبه ويخشع. أما إذا غفل عن هذه الأمور ولم يلتفت إليها فإنه يقسو قلبه. نعم.